أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أبعث حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة منهم أيهم أشد على الرحمن عتيا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ويقول الإنسان الكافر المنكر للبعث والحساب بين يدي الله تبارك وتعالى، أو المنكر لطاعة الله ويطيع غير الله مع الله أو من دون الله، يقول استهزاء بالبعث وتكذيبا: أإذا ما مت لسوف أخرج أو أخرج من قبري حيا، حياة أخرى غير الحياة الأولى في الدنيا. وهذه الآية كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين أيضا: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قطرة صغيرة، ذرة، هي الخلية المنوية التي تلقح البويضة، هذا هو الذي خلق منه الإنسان. فطوره وكونه سبحانه وتعالى وشق سمعه وبصره حتى إذا خرج إلى الدنيا وكبر صار في عنده عقل، بدل أن يفهم أكثر ضل أكثر من ضلال الحيوانات. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يخاصم في ربه ويبين يتبجح. هذه الآية نزلت في أحد المشركين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم قد بلي ورمه، يعني صار يتفتت، ففتته وقال: يا محمد، أيحيي الله هذا العظم بعد أن بلي ورم؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، يبعثك الله ثم يحشرك إلى جهنم وبئس المصير. وأنزل الله قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فربنا تبارك وتعالى ينبه الإنسان حتى يدرك ويستعمل عقله ويسير ويختار بحريته وإرادته الطريق الصحيح. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أن يوجد في هذه الحياة الدنيا ولم يكن شيئا. وين؟ ذرة خلية خلقت في ظهر أبيه. أي واحد منهم، كل علاقة زوجية بيطلع ملايين الخلايا المنوية، واحدة من هذه بعلم الله يعلمها الله تلقح ويكون منها الإنسان، لم يكن شيئا. فيستدل الله تبارك وتعالى ليبين للإنسان بالدليل الصحيح أن الذي خلقه من قبل قادر على أن يعيده ويخلقه مرة أخرى، كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. بذرة تفاح، بذرة مشمش، هي ميتة، تخرج من المشمش بتاكله، تأخذ البذرة حطها في التراب، ينزل عليها الماء، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء قد يميتها نهائيا، وإن شاء يحييها وتكون شجرة أخرى مثل أمها. من الذي أوجدها من هذه البذرة الصغيرة؟ أيضا الإنسان، من ذرة صغيرة من عشب الزلب هذه تبقى. يقول له الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: كوني فلان، كوني فلانة،
فيكون هو كما كان ببصمات أصابعه وببصمات عينيه وبكل خلقته. وأخرج البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الله تبارك وتعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. يعني الله أثبت بما أنزل من شرائع، أثبت ذلك بأدلة تدل على أن هذا حق منزل على الرسول الذي أرسله الله. فبلغ الرسول الرسالة وقال لهم إن ربكم سيعيدكم ويسحاسبكم، فكذبوا، كذبوا ربهم. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من آخره. وأما أذاه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد، يعني الذي تصمد إليه كل شيء في الوجود، كل حركة وسكن وخلق وإيجاد وإعدام من الله، الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يقسم رب العزة بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يحشر الناس جميعا يوم الحساب ليحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم، فيقول سبحانه: فوربك، يقسم الله بذاته، فوربك لنحشرنهم والشياطين، شياطين الإنس والجن اللي ضللوهم وجعلوهم يكفرون بالله وينكرون ما أنزل الله ويطيعون غير الله، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. جثى يتسو يعني نزل على ركبتيه، نحن لما ركبنا ما تحملنا نطق في الأرض، فهذه قد يكون من العظام وقد يكون من الخوف. واحد إذا خاف خوف شديد ركبه ما بشيء بنزل الأرض. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، جاسين على الركب مع شياطينهم. قال ابن عباس يعني قعودا، كقوله تعالى: وترى كل أمة جاثية. ثم لنسوقنهم قهرا بذلة إلى أبواب جهنم على ركبهم يتسون، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. ثم لننزعن من كل شيعة، النزع الجذب بشدة، ثم لننزعن من كل شيعة أشدهم على الرحمن عتيا. يقال عتى الشيطان، يعتو يعني تجاوز الحدود. لنجذبن بشدة أشدهم طغيانا، الذي يتشايعون معه على الكفر. الكفار أيها الإخوة في زعماء وفي كفار عاديين، الزعماء يتسلطون على الآخرين، فمن استحل طاعتهم برضاه ومكراه اختار بإرادته الحرة طاعة الطواغيت، سواء طواغيت المتخبين بخلف أصنام وأشياء وشعارات والسلطة بإيدهم والتسلط لهم، أو طواغيت واضحين أن ربكم الأعلى قالوها أو لم يقولوها. الذي لا يطيعهم في سجون التعذيب. رأيتم في وسائل الإعلام كم من الجسس ماتوا في التعذيب؟ لماذا عذبوهم؟ لأنهم لا يريدون طاعتهم، لأنهم يريدون أن يتحرروا. لا لا، هؤلاء الإرهابيون المجرمون، هؤلاء الإرهابيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هؤلاء الإرهابيون يضربون الناس ويعذبونهم حتى الموت أو دون ذلك، يشتهوا على الموت ولا يرونه، من أجل أن يذلوهم ويجعلون. فهؤلاء زعماء، ذو عماء، زعماء يعني عظماء، أما ذو عماء يعني أصحاب عماء، عميت قلوبهم عن الحق فاستحلوا التسلط على عباد الله وإذلالهم وأن يكونوا طواغيت كالفراعنة في القديم والحديث. ثم لننزعن من كل شيعة، من كل مجموعة تشايعوا على فلان بالكفر، سواء كانوا مفتين اللي أضرب في المليان، أو كانوا خطباء يخطب خطبة عسماء ويطلب من الناس يطيعوا، خنزير ابن الخنزير يترك طاعة الله، أيا ما كانوا هذول زعماء في الكفر. هؤلاء ينزعهم الله نزعا
من شيعتهم مما يشايعونهم ويأخذون أفكارهم ويسيرون على مناهجهم من أجل أن يحصلوا الدنيا. سترون أن الدنيا تذهب ويبقى لكم جهنم وبئس المصير أيها الضالين المضلون. فالله يقول ننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، يعني قادة الكفر وزعماء الكفر ننزعهم نزع من بين أتباعهم في الدنيا اللي كانوا في الدنيا، ننزعهم نزع، نأخذهم بشدة وقوة لجرائمهم والعياذ بالله تعالى. فيا أيها الذين تقتلون عباد الله تزعمون أن وراءكم يهود فلسطين ومن ورائهم من يتبع يهود فلسطين من حميرهم من أمريكا وغيرها ومن حمير أمريكا وغيرها، هؤلاء القادة اللي تظنونهم عظماء سينزعون إلى جهنم نزعة فيقاسون حرها، بل يقاسون أشد حرها وأشد العذاب فيها. يقول الله تبارك وتعالى عن فرعون وجماعته، لأن أولو عصبة من رجال الأمن هذا اللي بجيبوا الناس وبعزبوه، هو بأمرهم نفسه، حمير له هو حمير لغيره، ولكنهم جميعا عباد لغير الله. أما نحن فنطيع الله وحده لا شريك له، ما أمر به بذلنا جهدنا أن ننفذ أمر الله، وما نهى عنه عملنا جهدنا على أن لا نخالف أمر الله ولا نعصيه. وأنتم أطيعوا العبيد يا عبيد العبيد، وسترون أنكم أنتم وزعماءكم تقذفون قذفا في جهنم أذلاء كما أخبر الله والله لا يكذب. زعماءكم أو ذو عماء يكذبون، وسائل إعلامهم تكذب فتريك الحق باطلا والباطل حقا، ولكن رب العزة الذي أنزل لنا هذا الكتاب المقدس لا يكذب، فهو يتحدانا ويبين أن من ظن أن هذا ليس من عند الله فليأتي بمثله، وليجمع معه يساعده من شياطين الإنس والجن وكل مخلوقات الله لن يستطيع أن يأتي مثل هذا القرآن، لأن هذا القرآن أنزله الله تبارك وتعالى وهو خير المنزلين. أشارت الآيات يوم القيامة إلى الأتباع والزعماء، ليس فقط في فرعون القديم اللي كان قلت أكثر من مرة أن فرعون موسى القديم رجله وحذاءه تشرف رؤوس فرعون القرن العشرين، لأن فرعون موسى كان يشتغل لمصلحته ومصلحة قومه. أما فرعون العصر الحديث خنزير ابن الخنزير اللي هنا والخنزير ابن الخنزير هناك في الجنوب في الشمال وفي الشرق في الغرب، الذين يعملون انقلابات عسكرية ليتسلطوا على الناس وينفذوا ما تريده إسرائيل وأمريكا من الشعوب، هؤلاء يزعمون أنهم آلهة وزعماء؟ لا، ليسوا آلهة وليسوا زعماء. يوم القيامة يجرون إلى أشد العذاب، هؤلاء أزل وأنجس من فرعون القديم، لأنهم يعملون لحساب أمة أخرى، لحساب المجرمين أعداء. فرعون موسى يعمل لحساب جماعته، أما فرعون القرن العشرين يعمل لمصلحة أمريكا ومصلحة اليهود. إذا ما بفهم سيرى عندما يأتي ملك الموت يفهم ويقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ما في رجعة، كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها. فربنا يقول وقال الضعفاء للذين استكبروا، الزعماء في أتباع في زعماء، إن كنا لكم تبعا أم ننفذ ما تأمرون، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، تخلصونا من شوي من عذاب الله؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما في طلعة من جهنم. وقال الله تبارك في آية أخرى، تبارك وتعالى في آية أخرى، حتى إذا اداركوا فيها جميعا، يعني دخلوا الجنة، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء، هذول اللي داخلين قبل، هؤلاء الذين أضلونا هن خلونا نطيع غيرك نطيع ونترك طاعتك، فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال، أي قال الله تبارك وتعالى، لكل ضعف ولكن لا تعلمون، سيضاعف عذاب كل واحد من هؤلاء القادة، ولكن هذا ما شغلكم، شغل الله،
ثم قال تعالى ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي أولى أن يصلوا ويحرقوا ويشووا في جهنم. نحن نعرف مين الزعماء ومين الأتباع، وكل واحد بيأخذ مثل ما قال الله، قال لكل ضعف. الزعماء لهم ضعاف، والزعماء على درجات، واحد بيأخذ ضعف، واحد بيأخذ ضعفين، واحد بيأخذ 20,000 ضعف. ولكن سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ما بتصدقون فيما نقول لكم من الحق الذي أنزل على رسول الحق محمد صلى الله عليه وسلم، سيأتي ملك الموت وترون، ومن عذابكم في الدنيا أنه يأتي ملك الموت فيقبضكم على أيدي المجاهدين المتحررين، فتتركون هذه الحياة الدنيا تخسرونها وأنتم خسرانين في الآخرة إلى جهنم وبئس المصير. ثم يقول سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، الضمير يرجع إلى جهنم اللي كان يتحدث عنها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين، يعني المشركين، فيها جثية في جهنم. ما منكم إلا وارد جهنم، كلكم أيها الناس مؤمنون وغير مؤمنين، عبورا على الصراط المنصوب على متن جهنم. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه أدق من السيف، أحد من السيف وأدق من الشعرة، منصوب على متن جهنم، يمر منه الكثير. ثم ننجي الذين اتقوا، أي الشرك، من الاستمرار في جهنم، يعذبون حتى يطهروا من ذنوبهم. هذول العصاة يقرون بأن الطاعة لله ولكنهم عصوا الله في أشياء جزئية أو كلية، كبيرة أو قليلة، ولكن يعرفون أنه محرم. فهؤلاء مؤمنون ولكن سيدخلون النار ويقاسون حرها حتى يطهروا من ذنوبهم ثم يخرجهم الله إلى الجنة. ونذر الكافر الظالمين، أي المشركين، فيها في جهنم جثية، زليلين جالسين على ركبهم. روى الإمام أحمد عن أبي سمية قال اختلفنا في الورود، في قوله تعالى إن منكم إلا واردها، يعني كل المسلمين يدعوا على جهنم يردوها، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقلت له إن اختلفنا في الورود، فقال يردونها جميعا، وأهوى، أي جابر بن عبد الله، وأهوى إلى أذنيه وقال صمتا، يعني الله يجعل أذني أصم ما يسمع، وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، يعني تبدأ تنطفأ ما يبقى لها حر. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا، صدق عليه الصلاة والسلام. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن قيس بن أبي حازم قال كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته، واضع رأسه على فخذ امرأته، فبكى عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل، بكى، فبكت امرأته قال ما يبكيك؟ قال ليش أنت عم تبكي؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت، قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، يعني بدي أعدي على جهنم، فلا أدري أنجو أم لا، وكان مريضا رضي الله عنه. وروى عبد الرزاق أيضا قال خاصم ابن عباس الصحابي الجليل عبد الله بن عباس نافع بن الأزرق، فقال ابن عباس الورود الدخول، فقال نافع لا، فقرأ ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ورودا أم لا؟ قال لا. قال يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أوردهم أم لا؟ أما أنا، ابن عباس يقول لنافع بن الأزرق، أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا، وما أرى الله مخرجك منها. إذا أنت لا تؤمن بما أخبر القرآن لن يخرجك الله من النار، سترد. فضحك نافع، اللي دينه قليل أو اللي ما في دين يأخذ الأمور بالمسخ بالسخرية. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإن منكم إلا واردها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يرد الناس كلهم عن جهنم، يعني مروا كلهم بدخل جهنم، ثم يصدرون عنها عن جهنم يعني بأعمالهم. وقال ابن جرير الطبري عن عبد الله بن مسعود قال: وإن منكم إلا واردها، قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، برق بدخل الجنة، والثانية كالريح سرعة، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، يعني بتعسر وبقى. ثم يمرون، إذا كان في إيمان كلهم بطلعوا، والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم يا رب سلم. ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما عن أم مبشر أو مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة رضي الله عنها، فقال: لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. فقالت يا حفصة: يا رسول الله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ شلون ما بدخلوا النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني نعم بدهم يمروا على جهنم ولكن لا يستقرون فيها أبدا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. يعني إذا واحد من المسلمين والمسلمات مثله ثلاث أولاد ما بتمسه النار إلا تحلة القسم، يعني إلا قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، يمر مرور البرق ويدخل الجنة. بس مثله أولاد ما عم بقول له: يا ربي ليش ما بوتون وبفجر وبكفر لا، يصبر ويحتسب. مثل المرأة الزوجة الصالحة الصحابية اللي قالت لزوجها: أنا لله ما أخذ. ضربت له مثل: لو أن جيراننا أعطونا عارية ثم استردوا عاريتهم تزعل؟ استعرنا من عندهم شيء بعدين أخذوا؟ قال: لا. قالت له: احتسب ابنك، يعني ابنك مات، اللي أعطانا إياه أخذوا. الله. فيا أهل الشهداء اصبروا لله أجركم عظيم، ويا أيها الطغاة انتظروا مصيركم عند الله إن مصيركم لشديد. مهما تصورتم مصيركم أشد من أن تتصوروا، وآمنوا أو لا تؤمنوا سترون جهنم بعيونكم، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. أما رأيتم كفرا أقبح من تقتيل المؤمنين والمؤمنات والأطفال والنساء؟ هذا ما تفعلونه، فانتظروا إنا منتظرون، والحمد لله رب العالمين. أفلا يتدبرون؟ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان، مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.